till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم يحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. صباح الخير لسيدات المنازل اللي كل نهار بيحضرونا، كل نهار بيتواصلوا معنا، وكل نهار عم يستفيدوا من المعلومات اللي عم يعطون إياها أخصائينا وضيوفنا بام تي في ألايف. قدي حلو أنه نبلش نهارنا مع أشخاص بيعطونا هالطاقة الإيجابية، قدي حلو ولو ما شفناهم نحكي معهم كلمتين يمكن على التليفون نحن ونازلين على شغلنا. قدي هالشيء شيء بيعطينا طاقة إيجابية للنهار، قد ايه بيعطينا مثل تشريج لهالنهار لحتى نبلشوا ببسمة صغيرة، لحتى نبلشوا بخبرية حلوة مع شخص منحبه. الحب دايما هو أساس كل شيء، إذا بلشنا نهارنا بحب بيكون نهارنا كله مشمس. نحن بام تي في ألايف كل يوم عم نبلش نهارنا بريبورت صغير، عم ننزل لعند كل الناس نحكي معهم بعدة شوارع بعدة مناطق. اليوم الريبورت من شارع مرلياس، رح نشوف شو سألنا الناس ورح نشوف شو جاوبونا بأي طريقة مهضومة. حقيقة مثل ما شايف عجع على الفاضي. رزق الله أيام ما كان في مرلياس وعجقة مرلياس وكان في حركة عالم. الله بالمرة طلع أنت بتعدين على الأصابع كله. أنا إلي هون بشارع 24 سنة. لكن شارع طويل كبير، ما في طلعات، ما في نزلات، على يعني اللوكيشن تبعه كثير كثير مهم. حلو، ما مثل ما قال لك يعني شارع حلو وطويل وسكني وتجاري، وبعدين موجود بمناطق الوسط بين الحمراء بين فردان بين المزرعه. في بضاعه حلوه، في اسعار رخيصه، في محلات حلوه كثير وكلها مشكله. لا سعر واحد، عرفتي كيف؟ للكل. بتيجي اي وحده بتيجي بتاخذ بتلاقي حالها معززه بسعر رخيص، عرفتي كيف؟ وقطعه توب مرتبه. انا بقول لك مرلياس برمضان، فتره رمضان ب 15 رمضان بتعجع عندك بشارع مرلياس بالقهوه التركيه، بيجوا بيشربوا بضل على الطريق طالع نازل. اذا بدنا نحسن الشارع صدق ناقصنا قهاوي مرتبه الى اسم، مطاعم مرتبة إلى اسم، سينما، قهوة، يعني مطاعم مرتبة. في باركينج، في باركينج لقدام، في باركينج فوق، وبعدين في باركينج ميتر، كيف ما اجت زبونة بتلاقي محل لها. يعني بالأول كان يزينوا، هلا مين بده يزين هلا؟ ما تطلع على الوضع شوف الوضع يعني. وين رزق الله أيام رمضان يا أختي؟ وانت تحكي لي برمضان احكي برمضان بهداية البال، احكي بهداية البال، احكي بالاستقرار. بيحبوا بعضهم، كله موجهنين صارت العالم، ما حدا بيحب حدا. بالألف يا ويلا، بالألف يا ويلا. هلا إيه إن شاء الله بهالشهر بصير العالم بتحب بعضها إن شاء الله. على كل، مش بس شارع مرلياس بجنن، كل شوارع بيروت وكل شوارع لبنان بتاخد العقل، كل شارع له طابعه الخاص ومواطنينه اللي من قلبهم عم يحكوا عنه. تحية كتير كبيرة لأهالي مرلياس. صحيح نحن عم نبلش نهارنا بريبورت مع المواطنين، عم ننهي نهارنا ببرامج ومسلسلات ام تي في اللي بالفعل يعني هي من أكبر الانتاجات ومن أكثر المسلسلات والبرامج اللي عم تنحضر طبعاً، لو أخد حصة كبيرة بقلوب المشاهدين. تطورات كبيرة عم تتأزم الحالة والتراجيدية عم تكبر طبعاً، ونحن منعرف أنه وين بيكون فيها الشغف الكبير بيكون فيه بالآخر يمكن مصيبة كبيرة. ما منعرف شو رح يصير، ولا أنا حتى بعرف شو رح يصير. أنا اللي بعرفه أنه في أمراض بلشت عند ليلى، والحالة النفسية عند غيس ما بقت منيحة أبداً. خلينا نشوف امبارح شو صار. حبيبي وينك لهلأ؟ كنت عم دق لك شغل بالي عليك. شغل بالك علي؟ ايه اكيد، لانه ما لك بالعاده تتاخر لترجع على البيت. مفهوم مفهوم. كان المفروض خبرك اتصل فيك ويقول لك انا وين ومع مين. انا اسف. ما
في داعي تعتذر، بس كان بدي اطمن عليك مش اكثر. طبعا اكيد. عم بقول لك كان المفروض احكي معك، بس انا حبيت غير العادي. شو هي العادة اللي بدك تغيرها؟ أنا تعودت على كثير شغلات بحياتي وصار هاي العادات عم تتحكم فيني. ما فهمت. يعني أنا صاير محكوم بالدوام وبالشغل، محكوم بالنوم وبالفئة، طالع على بالي التغيير. حاسس حالك محكوم؟ إلى حد ما. حد ما أنا محكوم بالروتين. طالع على بالي نام شي يوم ما يكون عندي التزام بمواعيد، ما يكون في عندي برنامج لبكره. حاسس اني عم بضغط عليك فوق شغلك كمان. انتي مالك على ليلى، انتي مالك على، بس انا عندي شعور اني ضيعت عمري كله بالدراسه وبالشغل، ما اعطيت لحياتي شويه وقت. عندي احساس اني كبرت قبل اواني. مع مين كنت غايس؟ أول مرة بشوف النظرة بعيونك. نظرة شو؟ نظرة الغيرة. ولا مرة حسيتك بتغار علي. أكيد بغار عليك. غاري علي وتحبيني؟ أكيد. بس هلأ ما جاوبتني، مع مين كانت؟ لا يروح فكرك لبعيد، أنا ما بعملها. بعدك ما جاوبتني. حكي معي رفيق شادي، لي زمان ما شفته. احنا قعدنا ببار على الباب غير ما حسن. مين شادي؟ صديق شادي، ما تذكرتي درست انا وياه بالجامعه، صار لي شي 7 سنين ما شفته، اختص بفرنسا. ذكرته. عزمه لعنا شي نهار. اكيد. طبعا. هلأ الأكيد إنه الرجال من ميلة غيث والنساء عم بيبرروا لليلى، يعني مشاعر مختلطة. رح نتخانق مع بعض نحن هون بالاستوديو من وراء مسلسل لو، ولكن برامج كتيرة أيضا على شاشة الام تي في. البرنامج اللي هيك عم بيكون أكتر برنامج مسلي هو برنامج محمد قيس، اللي عم بيكون كل يوم الساعة 7:15، معه ضيوف كل يوم. امبارح كان معه الإعلامية السيدة نسرين، هلأ بتذكر الاسم معلش، وأيضا مسلسل 10 عبيد صغار طبعا على شاشة الام تي في عم بيكون اخذ حصة كبيرة. برنامج نيشان الكل عم ينطره ليشوف مين عم بيكون معه. السيدة ميراي مزرعاني كانت معه امبارح، ورح نشوف مقتطفات من امبارح. اعطيني 3 أسماء اليوم من المذيعات الاعلاميات يلي بيلفتوكي ويمكن تاثروا فيك. شو بيعملوا؟ اعطيني 3 أسماء. شو بيعملوا؟ بيعملوا منوعات. منوعات؟ ما حدا عم بيعمل منوعات اليوم، كله توك شو، ما حدا عم بيعمل. رزان عملت منوعات رزان. على شاشة المستقبل رزان. وعلى حالي خاصة رزان. حالي خاصة مهضوم كتير. أنا كنت أحضرها لرزان على الام تي في، على الام بي سي عفوا، وقت كانت تعمل بروجرام لوحدة. مزبوط. فظيعة فظيعة، بحبها كتير لرزان. بعدين عملت رزمانية على الام بي سي. مزبوط مزبوط. مايا دياب. مايا دياب كمان حالي خاصة. يعني مايا دياب من وقت ما كانت معي بالال بي سي، مايا صغيرة كانت تحمل البوكال تنقي منهم. صح. مايا ما بعتقد انه مايا بدها تعمل. كيف كنت وقتها تشوفيها تحمل البوكال مايا؟ ايه؟ وكرمال تختاري الورق، كيف كنت تشوفيها؟ كانت تلفتك؟ ايه ذكية
ذكية، يعني فيها لمعة إنه حابة تعمل شيء. كنا نقعد ونحكي، كانت عارضة يعني، كانت عارضة. إيه كانت عارضة، بس مايا أنا بقول إنه بدها تغني، بدها تمثل، بدها يعني مش متجهة لموضوع الإعلام فقط إنه تقدم. كيف بتشوفيها؟ كيف بتشوفيها اليوم؟ يعني مايا مادة دسمة للإعلام. إيه؟ يعني شو لبست وشو عملت، ولبست قصير ولبست أطول. ماني عم بقول لك حالي خاصة يعني، حالي استثنائية بسميها لمايا. شو بتقولي لها؟ برافو عليها. إلا برافو عليها. إيه إيه. أوكي. يعني ما هو المختلف بالأمور الإعلام، المختلف يبين. نعم. وهي هيك. فرح من رجب. فرح بتصدق إنه ما كتير شايفت لها. ما كتير يعني شايفتيها كانت. بس ناعمة. وحضرتها بمقابلات كتير نعومة البنت. بس جمانة أبو عيد. عم بحكي عن المقدمات. إيه جمانة محاورة جمانة. يعني عرفت. كمان مش منوعة. مش منوعة. منى أبو حمزة. منى كمان يعني انه ما في، مش بخانه المنوعات. منى كمان بحييها بتجنن. كله 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 منيح، كله منيح، بيعمل اللي اللي بيقدر عليه. نعم. يعني كل واحد بيعمل اللي ما بعرف. بس مين لعب بمنطقتك انت بالزون؟ ما حدا لعب بمنطقتي، لان ما حدا عمل هول البرامج يعني. ما بعتقد انه كان، قلت لك كان هيدا العصر الذهبي، اليوم ما بقى فيه. لكن مع زميل محمد قيس مبارح كان الممثل الصديق توني عيسى، بدي وجه له تحية كتير كبيرة اليوم. بدي أذكركم مشاهدينا أنه حملت مركز سرطان الأطفال مبلشة، فيكن تبعتوا SMS على 11-05 لحتى تساعدوا بدولار واحد فقط لا غير. طفل مصاب بالسرطان نعرف كتير منيح قدي العلاج باهز. وأنا هلأ رح أنتقل عند فادي باركود. بوجور. بونجور فادي، الحمد لله على سلامتك. ثانك يو. اهلا وسهلا، ويلكم باك. ثانكس. كيفك رانيا؟ انا منيحه. وانت كيف؟ تمام. عم تصوت، عم تبعت SMS على 11-05 من زمان. فادي نحن دائما يعني منذكر ومنشدد على هالموضوع، يعني ما بفتكر في موضوع اهم من هيدا الشيء او قضيه انسانيه اهم. صحيح. من بالاخص الأطفال. بس تتعلق بالاطفال. صح 100%. فادي شو عنا اليوم بباركود؟ مثل العاده اخبار منوعه مهضومه كثير، رح هلا رح نشوفهم سوا. بس هيك بتحسي انه كمان هاي الاخبار كلها مفيدة لإلنا، مفيدة للمجتمع، وكل شخص ممكن يستفيد منها. 100%. جاي لعندك. يلا ناطرين. صباح الخير لكل مشاهدينا. بونجور فادي. عن جديد. شو بحب بس تلبس روز. على كل حال انت كل الالوان بتبقى لك. ثانك يو. هيدي بتعرفي الالوان الصيفيه حلوه هيك تكون شوي مفرفحه. رح بلش اخبار بهيك. فينا نقول التكنولوجيا كثير عم بتاثر على حياتنا اليوميه وعم بتساعدنا كثير، وبتعرفي في كثير ناس بهمها فينا نقول الميل التقنيه منها، وفي ناس بتهمها الميل اذا بالتحديد عم نحكي شوي تو جو جرين لنحافظ على البيئه ونحافظ على الطبيعه. لنحافظ على البيئة بتعرف انه في كتير من القصص التكنولوجية، فينا نقول يمكن الكمبيوتر، كل شيء إلكترونيكس، في كتير منه المواد عم تنكب. نعم. بلاستيك هيدا وسكرينز وهدول الأمور كلها عم تروح مرات هدر بالقصص القديمة عم نحكي، عم تروح عم تنكب. ريسايكلينج تبعها منه كتير سهل، مشان هيك في كتير ناس بتفكر بهالطريقة تتحافظ على البيئة بأي طريقة. مثل مارك مثلا بيروتي. مثل مارك. بس هون عم نجرب نحافظ على البيئة بطريقة شوي شوي مختلفة. إذا عندك سكرين قديمة، سكرين لكمبيوتر قديم أو لتلفزيون قديم، فينا نقول أكتر شيء كمبيوتر، وعم نحكي شوي عن LCD سكرين. لحتى ما نكبه ونقدر نستفيد منه، في شركة طورت فريم. هالفريم بيتلبس لهالسكرين، والسكرين بتصير تاتش. أوف. بتتحول بتصير تاتش، يعني بدل ما تغير سكرين انت تكب القديمه وتجيبي وحده جديده، صار سكرين القديم اللي عندك فيك تحوليها لتاتش سكرين بكل سهوله. وكأنه جددت كمبيوتر بكامله. فينا نقول هيك. رح اقول لك ليش. لانه هل فريم الموجود، اول شيء عم نشوف هون سكرين قديمه عادي فيها تكون موجوده عند حيالله شخص. بس نلبسها هالفريم. هالفريم اذا عم نشتغل على ويندوز بكل سهوله
منوصل يو اس بي، وهاليو اس بي هي فيها تاخذ باور للسكرين من الـ من الـ من الكمبيوتر، وبتصير بالنهايه تاتش سكرين. هي اهم شغله انه عم نحولها لتاتش سكرين. اما بهالتاتش بهالفريم كمان في عنا فأسة او بنخليها على ويندوز او بنروح على اندرويد. اذا رحنا على كمان. اندرويد واو هلا زياده، بس اذا رحنا على اندرويد اكيد عم نوصل لها اتش دي ام اي. اندرويد يعني عم نوصل لها كهرباء، لانه ما فينا ناخذ من محل كهرباء، عم نوصل لها كهرباء زياده. بلس انه هي بقلب هالفريم في عندك بروسيسور، وهالبروسيسور بيقدر يساعدنا انه نستعمل السكرين اكثر بسهوله اكثر مع انترنال ميموري بقلب هالبروسيسور. يعني تجديد كامل للكمبيوتر للسكرين. فينا نقول exactly. نعم. فهون صار عندك سكرين كأنه هي الكمبيوتر، يعني بتحول لأندرويد يعني exactly. هيدي كله in one, in one piece. هل الانترنال ميموري فيها تكون 8 جيجا بايت، وأكيد بيصير عنا زيادة 2 يو اس بي بورت كمان وواي فاي. واو، يعني صارت سكرين هي الكمبيوتر. بس ان شاء الله ما تكون تكلفتها قد 3 كمبيوترات جديدة. لا بالعكس بالعكس أخف بالعكس اكزاكتلي. يعني هون صارت سكرين هي تابلت بالتحديد، كانها صارت تابلت. عم نقدر نشتغل عليها بكل سهوله، والسعر ببلش تقريبا بال $130. ليش ببلش؟ لانه فيها تكون 19 20 او 22 او حتى 24 انش سكرين فينا حسب الكبر حسب القياس. صحيح، حسب القياس. وهالفريم فينا نجيبه كمان حسب القياس اكيد اللي عنا اياه. لا طبعا ارخص بكثير من انه تغير ولا تابلت ولا كمبيوتر 100%. يعني عم جيب فريم لتنعتبر سكرين ب 19 انش عم بتكلفنا حوالي $130. لكن بالمجال الاقتصادي ايضا، مش بس للبيئه فادي، على للبيئه للنيو تكنولوجي لكل شيء فينا نستعمل السكرين بكل بساطه. هون عم شوف اذا عم نستعملها اندرويد عم نقدر عم تقدر تكون هي اذا بدك الكيبورد موجود بقلبها بكل سهوله، فيك ترد على ايميلاتك. اها، نزلت بالاسواق قريبا قريبا بعد ما نزلت بلشنا هلا. ما كله يعني بعد دراسة او مش دراسة. خلصت بلش هلا الفندنج لها، يجمعوا مصاري لحتى يقدروا يعملوا الانتاج. نحن بنفضل الفندنج يكون على للتشيلدرن كانسر سنتر، فمعلش هلا 100% فور كوز فور كوز. رح ننتقل على تاني ايتم او تاني جادجت فينا نقول، لانه اتس سمول جادجت فيك تحمليها معك بساكك بجيبتك. وهي شوي اذا بدي هون هيك فوت شوي بتفاصيل اكثر، عم نحكي عن ديفايس صغيره بيكتشف اذا في مخدر بالدرينك تبعي، لانه واو. من بعد الحالات اللي صارت، حالات فينا نقول اعتداء على النساء من وراء تخديرهم بواسطه الدرينك. درينك فيكون شو ما كان، فيكون جوس حتى بخدرون بحطون مخدر بالدرينك تبعهم بيشربوا، بعدين بيصير في عندهم حالات للأسف. exactly. هيدي الحالات لحتى نتجنبها ونقدر نحافظ على سهرتنا، فينا نقول إذا سهرانين وعم ناخد على حياتنا بشكل حياتنا. عام فادي يعني لما شخص عم يقصد يخدر شخص تاني فأكيد عليك. قاصد السوق يعني صح. إن كان سرقة، إن كان قتل، إن كان اعتداء من أي نوع جسدي. اللي كان صحيح 100%. مشان هيك في شيء اسمه PDID Personal Drink ID بكل سهولة. هي قطعة كتير صغيرة مثل ما قلت لك. نعم. حجمها تقريبا قد يمكن القديحة اللي بيحملوها. فشو بتعمل؟ بتحطيها بالدرينك لثواني قليلة. عندها 2 LED lights أو أحمر أو أخضر. إذا ضويت أخضر يعني ما في دراجز، إذا ضويت ما في مخدر، إذا ضويت أحمر يعني في مخدر. في ألارم هيدا يعني. فينا هون بكل بساطة نتجنب إنه نشرب هالدرينك أو ننتبه إنه هالدرينك منه مش بس منه نتجنب نشرب درينك، ومتشكع على اللي حاططه. مرات ما فيك تعرفي مينا إذا كان جروب. صحيح صحيح. فبكل بساطة فيك you can test your drink before drinking. حلو كتير، يعني حلوين بالفعل الايتمز اللي عم بيكونوا لمساعدة الأشخاص لهدف معين. يعني طبعا أكيد الايتمز اللي لها علاقة بالبيئة وبالاقتصاد بتجنن، بس هيدي القصص بالذات لخدمة الإنسان يعني.
صحيح. وبس هلا كمان رح تساليني كيف هي بتحلل هيدي الديفايس أكيد. بتحلل شو موجود بواسطه رح اسالك غير سؤال بواسطه اللايت او في كارنت بالتحديد بيقطع لانه هي بتشتغل على البطاريه وحراره المي وهيدي بتتشرج بتتشرج 100% هي بين تشيش وتشيش فيك تستعمليها حوالي 30 ل 40 مره منيح بتضاين منيح نعم. وبذات الوقت هي معمولة بطريقة نفس الشيء اللي بيستعملوها البوليس بأمريكا لمكافحة المخدرات ليعملوا تيست هي ذات الطريقة بس عملينا هون شوي أفوردبل للعالم يعني هلا يعني عم نحكي حوالي ال $130 رح يكون سعره سوري $100 رح يكون سعره اللونشينج تبعها بال 2015 ما بقى كتير بعيدة ست شهور بنبلشوا يشتغلوا عليها لأنه بالنهاية عم نحكي عن ديفايس هلأ بلشوا يشتغلوا عليها بس الفكرة رائعة وفكرة كتير رائعة هلأ بذات الوقت فيها تكون كمان بيرد على يور سمارت فون هيدي إذا عطيناها لأولادنا بنعطيها لأولادنا بنعملها بيرد على السمارت فون تبعنا مراقبين الأوضاع فمية بالمية فيك تراقبي فيك تعرفي اكزاكتلي من شو هو المخدر الموجود بقلب هيدا بواسطة السمارت فون صحيح فكرة رائعة جدا فكرة كتير حلوة رح نروح بعد ايتم جديد ايتم او ديفايس مهضومة كتير رح تصير موجودة على السيارات فينا نقول كمان قريبا على كتير انواع سيارات لكل الناس اليوم يعني نقلنا ايتم واحد يكون نزل كفادي ما لانه هيدي بس هيدي السفرات هيك بتعمل فيه بتجيب كل شيء هيك رح ينزل يعني كل شيء جديد كل شيء جديد رح يكون عنا اياه ما هو الحلو انه بتساعدنا كنت عم بقول لك بحياتنا اليوميه في بتعرفي انه في كتير ناس بيتعبوا بنهار كل نهار يمكن بالشغل وهيك عم يتعب عم يطلع ورا الديركسيون عم بيسوق وهون بيصير في عنا حالات يمكن حوادث من ورا التعب الجسدي اللي عم بيجر معه كل نهار للشخص هالفكره هي سنسورز بالكرسي بكرسي السياره ان تو سنسورز مع انترفيس لحتى تحلل سنسور رح يكون بالسيت بيلت هالسنسور نحن ما رح نشوفه بالتحديد بالسيت بيلت ليشوف دقات القلب سنسور رح يكون بالكرسي ليشوف تنفس هالشخص اذا عم يتنفس بطريقه صحيحه ولا لا بطريقه طبيعيه ولا لا وتحت الكرسي رح يكون في عندك هالانترفيس اللي هي بالنهايه عم تقرا اذا بدك تو سنسرز هالمعلومات بتعمل اناليز وبتقول لك اذا هالشخص او بتقله للشخص اذا هو تعبان ولا لا حلوين. اذا عم بيخفى ولا لا على ورا ديركسيون يعني اذا عم بيخف هالنشاط اللي عنده اياه صحيح أكيد. صحيح حتى بتحلل طريقه التنفس كمان مع الصوت وهون بس تحلل تعطيه ألارم دغري هالألارم هو شوي مزعج يعني صوت مزعج بقلب السيارة ليوعى لما يعمل الحادث حلو كتير فبكل بساطة هيدي شغلة يعني أنا أول شخص بشتري لجهاد بعتقد لكل العالم رح يصير هيدا available بكل السيارات يعني بكرة سيارة ما رح تجي option عندك هيدي رح تكون هيدي ضمن الـ فظيعة عنصرية يعني بكل السيارات بس أكيد رح ننطر شوي رح نسامحك على انه رح ينزلوا مؤخرين قد ما الايتمز مهمين هيدي كثير مهمه لانه بتعرفي في كثير ناس كتير بتعمل حوادث سير كثير في حوادث من وراء هالموضوع صح صح واكيد اذا شربانه فعندها زيت الافيه يعني اذا هالشخص شربان فرح يكون تصرفه وكانه شخص تعبان كثير ومش قادر يركز مية بالمية. على السواقه فعلى جميع الحالات صايبه تعب صحيح صحيح عنا بعد شيء لليوم عنا بعد ايتم وايتم كثير مهضوم ايتم يلا. بعتقد نحن بلبنان بهمنا كمان هلا رح بلشوا فيه بنيويورك كيف نحول اذا بدك سنتر المدينه يصير شوي خضار اكثر او حتى يصير مزروع بطريقه نحن بنقول الصناعيه بايو كل شيء بيو بالبيت قصص فينا ناكلها هل هالطريقه هي مهضومه كثير عم نحكي يعني مش بس للديكور مش بس للديكور عم نحكي عن كونتينرز محطوطين بطريقه بشكله مبنى فينا نعليها قد ما بدنا نعلي هالمبنى قد ما بدنا عم رح نشوف هون بالصوره قديش عالي هالكونتينرز
مثل الجرين وول اللي عم نشوفه هلا مؤخرا، يعني لا الديكور فقط لما عم بيكونوا عم بيعبوا حيط حلو كتير. واحد صح صح، هون عم نحكي عن زرع فينا ناكله بقلب هالكونتينرز، هالكونتينرز اللي عادة بنشحن فيهم بنستعملهم، يعني مثل أشجار مثمرة، شتلات مثمرة يعني. صحيح. واو. صحيح، هيدي هي الفكرة، إنه فينا نزرع بقلب المدينة وبطريقة مش بحاجة لمساحة كتير كبيرة، لأن عم نطلع فيها كمبنى. هون عم نشوف حلو المبنى، مش معقول مهضوم كتير، والكونتينرز فيك كل مرة تغيري الشكل، فيك تغيري ديزاين، تغير الشطول يعني كمان بقلبه. فهيدي بس لحتى شوي نحافظ على يمكن خضار زيادة بالمدينة، وننقل الزرع من المناطق الريفية للمدينة. بس مين بده يتبرع بأرض لحتى نعمل هيك؟ يعني بتعرف هي البلدية بالنهاية، هون عم نحكي صح، وكأنه جاردان بيبليك يعني. صحيح، ولكن جاردان بيبليك مثمر، مثمر بوتاجي. وهون رح نشوف انه رح يصير في كذا مدينة رح تتبنى هالمشروع ويشتغل عليه. يعني عم نحكي كذا مدينة بأمريكا، طوكيو، هيك فينا عدلك هون، برلين، شانغهاي. شو هالايتمز الرائعين اليوم؟ كتير حلوة، أنا كتير حبيت هيدي الفكرة بالأخص. إن شاء الله بتبلش تطبق قريبا وعنا أكيد إذا 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 ممكن، مع أنه نحن لبنان الأخضر، بس أنه برضو شكرا لك فادي. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع بريك ومنتابع نهارنا.